احنا ما شاء الله من كثر ما نطرح مناقصات في وزارة الصحة هم أثاثنا يفشل في بعض المستشفيات، كراسي مكسرة، تطلب كمبل مشقوق، ستارة. أنا ماني عارف، يعني أنا أعرف أن وزارة الصحة توقع مع أحسن المصابغ، ليش كذي؟ ليش ما في اهتمام؟ الدولة تدفع ملايين لكن النتيجة ما أدري، في غلط. تدرون الغلط وين؟ لأن لما يجيب مسؤول غلط إلى المكان المفروض يخدم فيه تكون النتيجة غلط، وهذه مصيبة الأمة العربية. أعطيكم مثال، تقول يلا أبو أحمد تفضل. الحين لما واحد يحصل على شهادة ويجيبها من برا ويحمل شهادة كبيرة وتعبان برا وصل لدرجة استشاري، ها صح، يقدم على وظيفة في إحدى الشركات أو الشركات الكبرى أو الجهات الحكومية المهمة، يطالعون شهاداته. طبعا اللي قاعد يدرس الشهادة وكيل مساعد جاي بالواسطة أو وكيل وزارة جاي بالواسطة، لو تقول له واحد زائد واحد كم يساوي يقول صفر من غبائه، ويقرر مصير دولة. تي يعطي الشهادة طالع الشهادات، يقول له والله حبيبي انت اوفر كواليفايد، انت مستواك اعلى، في اوروبا يدورون على الاوفر واحنا نطرد الاوفر. احنا نطرد شنو؟ الاوفر. وين نتطور؟ شوفوا التقرير مستشفى الصباح. واحمد شوف هني مستشفى الصباح قسم الاطفال، ما شاء الله شوف المنظر هذا، يعني قنفه يعني تعتبر. انا اقول له يدورون اهل الخير يساعدون الكويت مساكين، ما عندنا فلوس ولا شيء. هذه غرفه اطفال ها، وهذه البرده ما شاء الله، حتى برده حزوبيه مو مثلهم. إذا واحد صاحي يستمرض. عندنا طريق.